بمركز نقل التكنولوجيا الزراعية التابع لجمعية أبيفيل، تعرض الشركة العالمية سانجينتا الرائدة في مجال التكنولوجيا الحيوية رهن إشارة جميع المزارعين أصنافا جديدة من الطماطم، أصناف مقاومة لعدة أمراض وذات جودة عالية ومردودية مرتفعة، هذا بالإضافة لكونها تتميز بمواصفات تستجيب لمتطلبات الأسواق المحلية والدولية. اختارينا هذا المكان اللي هو قلب في كيتواجدوا الاخوان الفلاحه المنطقه، وهنا كاينين بزاف ديال الاصناف ديال الطماطم، سكون ابيل لي طوماطون ستوندار، كاين لي سوريز، كاين لي سلاديت، كاين لي بيف، وكل عام كنحاولوا كنجيبوا اصناف جديده اللي كتلبي الطلبات ديال الاخوان الفلاحه فيما يخص في الكاليتي، فيما يخص الكونسيرفاسيون، فيما يخص لونتي فلايت، فيما يخص حتى القضية اللي رات مهمة بزاف هي ديال لي ريزيستونس ديال الأمراض الفطرية والبكتيريا اللي معروفة في المنطقة. سانجينتا كتجيكم اليوم بواحد لينوفاسيون في سيغمون ديال طوماط سبيسياليتي. هاد لينوفاسيون كتمثل في لا فاريتي يوم، هاد لافاريتي اللي فازت بالعديد من الجوائز، منها جائزة المعرض الدولي فروت لوجيستيكا المقام في برلين السنة الماضية. هاد لافاريتي عطات نتائج ممتازة فيما يخص لا كاليتي دو فروي في لي كونديسيون دو كولتور ديالنا. هاد لافاريتي اي ديستيني ا لا ريكولت اون غراب. الشيء المميز في هاد لافاريتي هو لا كولور اكسبسيونيل، وكذلك كتجيب واحد المذاق اللي كيتسمى بالاومامي تيست او سانكيام غو. Le segment de la tomate cerise ronde, Syngenta jette la variété Onuba. Cette sainte qui est mise dans une ouverture, une bonne nouaison ou كذلك une bonne coloration de fruits. بالنسبه للريزيستانس جينا بون لارج غام دو ريزيستانس اللي من اهمها الكلادو بلي راس بخمسه والتيلك. لو بوين اللي كيميز هاد الصنف بارابور الاصناف الاخرى هو لو غو اكسيبسيونيل ديالو حيت فيه ان اكيليبر سكر اسيد تري بون. جديد ديال سانجينتا في سيغمون ديال سلاديت او طوماط بيرا هو هاد لا فاريتي اللي كتميز بان بلونت ايكيليبري وعندها ان بون كومبورتمون فوق هاد البرد اللي كيجعلها كتعطي مردوديه مرتفعه. بالنسبه للفروي ديالها كيتميزوا بصلابه جيده، لون ممتاز، وكذلك ان بون كونسيرفاسيون. اما مقاومه الامراض فهي كتجي مقاومه لمعظمها، ومن بينهم التيلك والكلادو تي اس دبليو في.